بانتصار آخر، وهذه المرة على الزعيم على الزوراء في هذا اللقاء. كرة عن طريق لاعب الوسط منساء، عادت لمونجي كابتن فريق الكهرباء، للوسط لمنساء اللاعب الغاني، تغيير كرة عائدة لمحمد رضا، أيضا قدم مستوى أكثر من رائع محمد رضا مع الزوراء خلال هذا الموسم. متميزين اللي تألقوا خلال هذا الموسم من خلال إدارة المباريات الكبيرة في الدوري العراقي الممتاز. كرة للوسط، زوراء أقرب لمنسى. مهمين بالنسبة للكادر التدريبي لفريق نادي الطلبة، لعلي هادي ولحمزة هادي على السماوة على نفط الجري من خلال المراكز الأخيرة، مراكز الهبوط والجولات الخمسة الأخيرة. المركز 12، يعني فوز اليوم يقربه للمركز العاشر. التواجد في مباريات الملحق لدوري أبطال آسيا. كرة الوسط فريق الكهرباء، كرة يتناقلها في الوسط لاعبي الكهرباء أقرب لمنسى، حاول التقدم لأمام منسى، لاعب الغاني منسى للإبعاد الكاميروني علي رحيم، رأسية منسى، هي كرة الأمام، مراد يعيدها إلى منسى من جديد، الغاني حاول التقدم لأمام ليجيم إلى أحمد جلال إلى مهند عبد الرحيم، خذوا هات ما بين مهند وأحمد جلال، لكن مقطوعة من أمام أحمد أبا وللزوراء، جهة يسار الزوراء أكثر فاعلية وجهة يمين الكهرباء هي أكثر. شوط أول يؤدي بشكل ممتاز سيف من خلال الدفاع والهجوم والمساندة الهجومية بالنسبة لسيف عن طريق الجانب الأيمن. كرة لمنسى ينقل خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي الزوراء على حسن، يطالب بخطأ لكن الدولي واثق. محمد أشار منصوري اللي كان بتسديد عمر منصوري سجل 3 من 4 ركلات جزاء لهذا اللاعب. كرة الوسط منسى يعيدها لمونجي، محترفي نادي الكهرباء، مونجي ومنسى الكاميروني والغاني، وهنا تسديدة مرت كرة الكهرباء إلى خارج الملعب لركلة مرمى منسى لاعب الغاني لاعب الوسط. لاحظ تسديدة منسى إلى الخارج، طبعا هذا الموسم الثاني لمنسى مع الكهرباء. حيدر جمال، كرة عالية من حيدر أقرب لمحمد عبد الزهرة، محمد للوسط منسى جهة اليمين، مراد حاول العودة للخلف إلى منسى، قريب منه علي محسن لكن فضل تمرير لمراد داخل ثاني، قليلة جدا في ظل بعض المباريات تصل إلى 10 بطاقة صفراء. حكيم شاكر يغير لاعب ثالث مع تحقيق هذه النتيجة على حساب الزوراء بعد أن حضرت الأهداف في الشوط الثاني. كرة أمامية لصالح نادي الكهرباء أقرب لمنسى، ينقل كرة الأمام لنجم منتخبنا والمحترف في الدوري السعودي سعد عبد الأمين. كرة الوسط، تغيير اللعب إلى جهة اليمين، هنا كرة لحسين، فريق أمانة بغداد يحيى أدام إلى منسى، حاول التقدم منسى، لاعب الغاني ينقل كرة إلى جهة أكثر من هدفين راح يكون ثالث الترتيب. كرة اللعب فريق أمانة بغداد، إلى الشوط الأول شاهدنا فرص الشوط الأول، هنا الشوط الثاني لا وجود لتغييرات بالنسبة لكلا المابي، وفي هذا الموسم قدم يعني مباريات ما بين لاعبي فريق نفط الوسط. ثامر برغش يحاول يمر، ثامر اللي سبق وأن لعب للطرف الأيمن نزار، أحد بدلاء فريق أمانة بغداد نزار حكيم، كرة في المنتصف أحمد، أيضا بديل لفريق إبعاد من عصام ياسين، ستار جبار وقريب منه عامر صاحبي، يحاول يغير داخل منطقة الجزاء لكن سهل لين وصل منسى كنيسة، منسى لاعب الغاني لاعب القادم من طلائع الجيش المصري، هجوم الآن يعني
يعني أشك بهذه اللقطة الماضية، يعني 53 لبغداد 47 للنفط على أي حال، تلعب الكرة إلى أكوري منسى. رحيم حميد أيضا مساعد مدرب منتخبنا، هو ثلاث مرات حصل على لقب الهداف. مع الحديث عن الهدافين، يمكن أن يكون هذا الدوري مناصفة، يمكن عاد أن يحقق مهند عبد الرحيم. شط الملعب أمنسى، منسى يلعب مرة أخرى إلى آدامو، يلعب كرة خطيرة، هذه الكرة خطرة 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 لكن تمر. التي يحضر فيها اللاعب حسين عبد الواحد، كرة ملعوبة الآن، علاء مهاوي يحاول قطع محمد قاصد، حسين جويد، علي لطيف، كرار محمد، حيدر عبد الأمير، حسين عبد الواحد، زاهر ميداني، وأيضا محاولة التبرير صفاء قريب، انطلاقة من ستار جبار إلى منسى بساحة لعب فريق النفط. في جميع المحافظات في العراق نتمنى عودة مباريات المنتخب الوطني. فريق النفط أكيد طموحاته كبيرة بهذا اللقاء، مباراة صعبة على فريق نادي بغداد اللي يعاني للمباراة الرابعة. تمرير الكرة الآن مرة أخرى، محاولة الكرة الآن، تبعد الكرة في اللقطة الماضية، أكوري بكرة أمامية ليحيى أدامو على دكة البدلاء. في بعض المباريات تشاهد اللاعب البديل يكون حاضر وجاهز أكثر من اللاعب الأساسي، بينما هنا كرة لأمانة بغداد تطرد لحارس مرمى زاخو وأيضا للاعب أربيل، المباراة اللي فاز بها الشرطة بهدفين دون مقابل هناك في أربيل. صفاء لأمانسا، أكوري الآن، أمانسا مرة أخرى، طبعا رضا نصر الله مع فريق بغداد لديه هدفين، وصفاء هادي حاضر لديه هدف 2009، التعادل بهدف مقابل هدف، أحمد إبراهيم سجل للزوراء ولبغداد أحمد الدية. ثانية كرة ملعوبة مرة أخرى، مباراة سريعة منذ بدايتها مفتوحة. نفط الوسط يعني حقق المطلوب من خلال هذا الشوط، سجل هدفين وأضاع فرصتين للتسجيل، لذلك نفط الوسط كان هو الأفضل من بغداد من خلال الشوط الأول. شوف كرة ملعوبة عالية، مروان ما يسيطر على الكرة، منسى يلعب كرة. الصفر نتيجة تعطي ارتياح أكثر لفريق نفط الوسط في هذه المباراة من أجل تحقيق فوز ثاني على التوالي. رأسية أحمد صالح مرة أخرى، كرة وسط الملعب أمنسى، أوغند بغداد يحاول والتمرير، الكرة مرة أخرى، هجوم لمصلحة الزوراء في اللقطة الماضية. ثلاث مباريات مع الطلبة في دوري النخبة بهدف وحيد، مع زاخو بهدف وحيد أيضا بهدف علي صلاح، وهناك في أربيل بهدفين نظيف. بنيات ناصر تشيكو وقاسم زويع وجبار رشك، خدمات من الفرق الأخرى، واسوا يلعب كرة، علي فائز تقطع من أمام الكرة، شبلي يقل الكرة لجهة اليمين. وأما تشكيل فريق أمانة بغداد لمباراة اليوم الضمن حراسة المرمى، مهند قاسم للدفاع، رضا نصر الكرة باتجاه على عبد الزهر، الرأسية من علاء ولكنها مقطوعة الكرة، عود بالكرة إلى الخلف، تمريرة في منتصف الملعب باتجاه ياسين، وصلت إلى أموري عيدان، أموري مرة رمية التماس، يلعب رمية التماس، تمريرة وصلت الآن إلى منسى حسن، قدم أداء كبير، تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليمنى الآن، يحاول فريق الكهرباء في منتصف الميدان، محمد إبراهيم يلعب الكرة إلى منسى حسن، ثلاث تعادلات للزوراء، هذا هو في طريق لتحقيق تعادل رابع. محمد إبراهيم، محمد إبراهيم إلى اللاعب منسى حسن، يلعب الكرة الآن إلى مصطفى علي، يعيد الكرة إلى موري عيدان، يوبي جاكوب، منسى حسن محاولة، كرة أمامية راجعة برأسية الآن من جانب فريق الزوراء، تبعد من ضرغام إسماعيل وتتحول إلى رمية تماس، هذه المرة للفريق البرتقالي. مهدي كامل يعاني من إصابة وساقط على أرضية الميدان، نتمنى له السلامة بالتأكيد بعد هذا الاحتكاك مع القوي من ساسن، هذا المحترف الغاني والذي
بالتأكيد لديه خبرة كبيرة في منافسات الدوري لأنه لعب. هو بيبعد الكرة، وصلت إلى مصطفى، يلعب الكرة من جديد لمصلحة فريق الكهرباء، محاولة الآن باتجاه مرمى فريق الزوراء مرعدات. تبادل بعيد الكرة خاطئة، وصلت إلى مصطفى، مصطفى يلعب الكرة الآن عند من سأسن. وصلنا إلى الدقيقة 23 عندما باغته مرتضى هديب بهدف التقدم قبل أن يعود مهند عبد الرحيم. كرة تعود من جديد، انطلق مهدي كامل، تقدم ولكن الحضور عند يومية من جانب كابتن عباس عطية. تشترك الآن أمامي ما بين علاء ومهند، مرت الكرة إلى خارج أرضية الميدان. مرتضى هديب هذا اللاعب الذي سجل الثاني الأهداف للكهرباء في هذه المباراة، هو الهدف الخامس دورينا الذي يأتي برعاية شركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية وبإنتاج شركة عشرين الأمامية. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكهرباء. هدأ رتم المباراة بعد أن شاهدنا خلال الخمس دقائق الأولى فرص بالجملة منها للكهرباء وأخرى للميناء. تعود الكرة من جديد الآن لمصلحة فريق الكهرباء عند اللاعب حارث فلاح. حارث يعود إلى مونجي، وبعد ذلك في منتصف الكرة عند اللاعب حمزة عدنان، ولكن مونجي يخطف الكرة، وصلت الآن من مونجي إلى اللاعب جاكوب، وجاكوب وصلت. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكهرباء، محاولة أمامية ولكن التدخل حاضر موجود من أحمد خالد. كرة في منتصف المحمد، ينتظر أحمد، وصلت لجول، جول ضاعت ولا زالت خطورتها قائمة من حسام، ولكن الآن ضاعت بفضل تألق منقطع النظير من مدافع فريق الكهرباء. اللحظة وعلى العريق المينائي، هذا فريق الميناء الحلول تقتصر على لعب عرضيات من أجل استغلال وجود بعد أن تأخر بثنائية تمكن من العودة في شوط المباراة الأول. وهنا محاولة المينائية، يتقدم مرور جميل ولكن ثلاثة لاعبين في النهاية. الكثرة تتفوق على الشجاعة وتتحول هذه المواسم التي من خلالها انتهت لقاءات الفريقين بالتعادل السلبي، لكن الإيجابية والأهم من ذلك مشاهدة كرة مرت بجوار القائم. إذن الآن نلعب في الدقيقة الخامسة من اللقاء، وسعد عبد الأمير يحاول، وهو اللاعب الوحيد إلى الآن الذي حاول وتجرأ وسدد كرات على تعود مرة أخرى الكهرباء، محاولة تمريرة خاطئة، استخلاص بشكل مثالي محمد قاسم، لكن الله لاعبين خبرة مع مدرب محنك، لكن بالتأكيد ستعطي الدافع والحماس للاعب من يساند الفريق في الضراء قبل السراء. إذن انطلقت صفيرة البداية، بداية هذا اللقاء واضح بأعين المدرب عباس عطية مدرب فريق الكهرباء. مراد يحاول يتقدم، ضغط بشكل مثالي من قبل اللاعب خلدون عزيز، تصل إلى منساه، تمريرات بالصورة، هنا المحاولة، نتمنى أن تتضح الصورة في هذا اللقاء. استخلاص من مونجي مرة أخرى، تباطؤ أو التفاهم والانسجام لم يكن متواجد ما بين علي خالد وخلدون عزيز لتذهب الكرة إلى ضربة ركنية. من اللقطة الماضية أمجد عطوان كان يطالب بخطأ، لكن بالنهاية ما تحصل على الخطأ، ربما تحصل على أفضل من الخطأ اللي هي ضربة. عمار غالب خضر إلى عمار، يحاول وبالتالي ركنية. محاولات راجعة إلى حسين فاضل، سبق وأن مثل نادي نفط، هذا هو منتظر عبد السادة، سبق وأن مثل أندية الصناعات الكهربائية ولاعب منتخبنا الأولمبي ومثل منتخب الناشئين العراقي. كرة مقطوعة من وقع رمضان، راجعة يسيطر عليها الفريق الكهرباء، راجع الكرة إلى الخلف، هذا هو اللاعب رقم 17 محمد إبراهيم، بينية قصيرة
محمد هات وخذ. الكهرباء يحاول في متعة كرة القدم هي الأهداف الجميلة، والأهداف الجميلة بالتأكيد تدخل الفرحة والسرور إلى المحبين إلى عشاق كرة القدم العراقية. في المنتصف ما يسيطر عليها، مقطوعة راجعة لنياز آسن منساه، وبالتالي ينافس على هدافي الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم في هذا الموسم. محمد جفال رغم العروض العديدة اللي هود عنه بسبب الغيابات العديدة عن مباراة هذا اليوم، بالتالي فقد يعني أهم الركائز الأساسية له في مواجهة فريق مثل فريق الطلبة، وبالتالي حتى الآن خاسر بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ولكن بإمكانه التعويض خلال ما تبقى خلال الشوط الثاني خلال شوط المدرب وخالد محمد صبار والراحل المرحوم علي هادي وأيضا المدرب كرة إلى الخارج وملعوبة ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الكهرباء. أيضا لابد من التذكير أعزائي المشاهدين بأن حسن أحمد